كان البيت فيه تشققات في الجدران. إن البيت كان قد سقط فوق ابن بنتي، ربي ستر عليه، كان بيروح فيها. كنا يعني نعاني معانا صعبة، ما شي فلوس نفعنا نصلح، ولا نحن ترقينا ولا دورنا لهم. العمل هذا إنساني. أكثر حاجة مضرين منها اللي هي الأسقف بسبب قوة الأمطار، ماء المطر كله ينزل عندنا في المنزل. والله كان البيت يعني مهجور بصراحة، ما نقدرش نصلح، ماش معانا حق الرنجاق، ماش معانا البيت يعني كيف كان خرابة خرابة مرة واحدة. كان البيت فيه تشققات في الجدران والأبواب مشرخة مكسرات. جزاهم الله خير صراحة، الأعمار السعودي والوليد الإنسانية ويون هابيتال اللي لما أجوا في البداية كانت مفاجأة لنا، وما كانش عارف، ما كناش مصدق إنه حد بيجي يشتغل من أساسه، والحمد لله هم جادين، كونهم تواجدوا يعتبر هذا أكبر جدية. طبعاً يعد هذا المشروع ضمن 224 مشروع ومبادرة نموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية أعمار اليمن في جميع المحافظات اليمنية. مشروع المسكن الملائم اليوم الحمد لله نحتفل بتسليم 150 منزل من أصل 600 منزل، في المراحل القادمة إن شاء الله راح يتم تنفيذها بإذن الله. طلع الحمام، المطبخ، رمموا رنقوا الغرفة، الغرف يعني تنتين، المراوح تنتين جابوا لنا، والأبواب ثلاثة أبواب الحمد لله. يعني لو أشتغل 50 سنة ثاني ما ممكنش تسوي باب، إيش رأيك؟ أنا وأسرتي في هذه اللحظات نشعر بالسعادة الكثيرة جراء التغيرات الكبيرة اللي حصلت في المنزل. معيشة تحسنت الآن، تصلح البيت، المصاريف اللي بصرحها بالبيت أصرف لأطفالي أفضل. الآن مرتاحين نفسياً، خلوا لنا البيت جديد، نظيف، مرتب، مطبخ، حمام، غرف، صالة، وشكراً لهذه المنظمة. ما كنت أبداً أتوقع أن يكون شقتنا جديدة نظيفة. اليوم نحن نبدأ بتدشين البرنامج التدريبي لمشروع يتضمن مرحلتين. المرحلة الأولى تأهيل ورفع كفاءة مهندسي وزارة الأشغال العامة والطرقات، والمرحلة الثانية البحث عن إيجاد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل. طبعاً هذا المشروع شمل أيضاً برنامج للقيام بأعمال التدريب المهني للشباب من أبناء الأحياء المستهدفة في مدينة عدن بالشراكة مع جامعة عدن، لكي يتم توظيف هؤلاء في مشروع إعادة التأهيل والإعمار، وأيضا فتح فرص عمل مستقبلية لهؤلاء الشباب من أبناء الحي. كنا قبل الدورة هذه لا نعرف شيئا عن الكهرباء، فهذه الدورة استفدنا حاجات كثيرة، تفريق الوايرات، تعرف تركب ملاك، تعرف تركب مروحات، أشياء عديدة كثيرة جدا. أول كنا جالسين ما فيش عمل، ما فيش حاجة تشغل نحن، وبحكم أن البلاد هذه وظائفها قليل فتحس أنك تشتغل وبتطور من نفسك في هذه المهرة. دخلت بدورة التصوير الفوتوغرافي وتعلمنا تصوير وتعلمنا حاجات، كنا يعني جاهلين في باب الكاميرا بالتصوير، وكانت يعني حاجات كتير يعني متقدمة. دخلت عشان أكون مصورة أعراس، بس شفت إنه في مجالات أحلى يعني من نوع الأعراس اللي هي مثلاً المنتجات، تصوير الطعام اللي هي أحلى. أتوجه بالشكر للبرنامج السعودي لإعادة لتنمية أعمار اليمن ومؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات.
على جهودهم التي بذلوها من أجل إعادة البسمة وإحياء الأمل في نفوس أبناء شعبنا بعد أن فقدوا الأمل أثر حرب مستمرة منذ أكثر من 7 سنوات.